طيب بنبدأ في تقويم الباب الدرس الثاني في الباب الخامس. بيسألني حدد ما الذي يتأكسد وما الذي يختزل في الخلية الجافة اللي هي خلية الخارصين والكربون. هنا يتأكسد الخارصين، يتأكسد الخارصين. طيب مين اللي يختزل؟ يختزل ثاني أكسيد المنجنيز، يختزل ثاني أكسيد المنجنيز. هذا بالنسبة لإيش؟ هذا بالنسبة للخلية الجافة اللي هي خلية الخارصين والكربون، والمعادلات معروفة وخدناها قبل كده. هنا بيقول لي ما الخواص التي تجعل الخلية الغلوية أكثر تطورا من أنواع البطاريات الجافة الأقدم؟ هذا لسببين: واحد، الخارصين على هيئة مسحوق وبالتالي يزيد من مساحة السطح، يزيد من سرعة التفاعل. نمرة اثنين، لا تحتوي الكربون، لا تحتوي الكربون وبذلك تكون ذات حجم صغير مما يتيح استخدامه في الأجهزة الصغيرة. طيب بعد كده بننقل على الخطوة اللي بعدها. قال فسر ماذا يحدث عند إعادة شحن البطارية. هنا بيقول لي فسر ماذا يحدث عند إعادة إيش؟ شحن البطارية. ونخطها في نقطتين: واحد، تختزل كبريتات الرصاص، تختزل كبريتات الرصاص إلى رصاص، يعني هنا يتغير عدد الأكسدة، يتغير عدد الأكسدة من موجب 2 اللي هو في كبريتات الرصاص إلى 0 اللي هو في إيش؟ في الرصاص. طيب النقطة الثانية، تتأكسد كبريتات الرصاص، تتأكسد كبريتات الرصاص إلى ثاني أكسيد الرصاص، إلى ثاني أكسيد الرصاص وتتغير، ويتغير عدد الأكسدة من موجب 2 إلى موجب 4. هذا ما يحدث عند إعادة شحن إيش؟ البطارية، وتعود أقطاب البطارية، وتعود أقطاب البطارية إلى رصاص وثاني أكسيد الرصاص. هنا بيسألني عن أنصاف التفاعل التي تحدث في خلية وقود الهيدروجين والأكسجين، في خلية وقود الهيدروجين. الآنود اللي هو قلنا الهيدروجين اللي هو الإتش الموجب، هيدروجين H2 يعطينا إيش؟ يعطينا 2 H موجب زائد إيش؟
زائد 2 إلكترون. الكاثود طيب بالله في تفاعل في أنصاف التفاعل في خلية الوقود الهيدروجين اللي هو الأنود اللي هو قلنا الهيدروجين اللي هو الهيدروجين في وجود الوسط القاعدي اللي هو 4OH سالب بيعطينا الماء زائد ايش؟ زائد 4 إلكترون. الكاثود اللي هو الأكسجين الكاثود اللي هو الأكسجين في وجود الماء يكتسب الإلكترونات الأربعة ويعطيني 4 OH سالب. بالنسبة لمعادلة التفاعل الكلي بختصر هذه مع هذه، أختصر الإلكترونات تبقى المعادلة المتبقية، اختصر هذه اللي هي 4H2O، اختصر 2 منها مع هذه، يبقى المعادلة النهائية 2H2 زائد O2 بتعطيني ايش؟ 2H2O. يبقى هذا بالنسبة لايش؟ لنصفي التفاعل في الخلية خلية الوقود. طيب بعد كده يقول لك صف عمل الآنود عندما يستخدم قطبا مضحيا وكيف يتشابه عمله مع ايش؟ مع عملية الجلبنة. هنا الآنود او القطب المضحي، القطب المضحي هو آنود يتأكسد بديلا عن فلز آخر. أما في عملية الجلفنة، عملية الجلفنة بالأسطح السليمة فهي تكون أكسيد غير مسامي، فهو تكون أكسيد غير مسامي يحمي الفلز الآخر. أما عملية الجلفنة إذا احتوت شقوق فتصبح ايش؟ فتصبح عملية قطب مضحي فقط. فسر لماذا يعد الليثيوم اختيارا جيدا ليكون آنودا لبطارية؟ اللي هو الليثيوم يمتاز زي ما قلنا بثلاثة أشياء اللي هي خفة وزنه، اللي هي خفة الوزن، والشيء الثاني والهام اللي هو قلنا يا أخواننا إنه جهد تأخزل، جهد الاختزال له قياسي، له جهد اختزال قياسي، له جهد اختزال منخفض مقارنة بالخارصين، له وزن وحجم خفيف،
لا يستهلك بسرعة. هنا في السؤال 20 بيقول لي أحسب باستعمال بيانات الجدول 5-1، عايزين اي نوت سيل لخلية الوقود هيدروجين. يبقى الاي نوت سيل زي ما قلنا بتساوي اي نوت كاثود، اللي هو الاكسجين، ناقص اي نوت انود، اللي هو مين؟ اللي هو الهيدروجين. اللي هو ايش؟ الهيدروجين. اشوف الاكسجين، الاكسجين اللي هو بيساوي 0.401 ناقص صفر، اللي هو جهد الهيدروجين، اللي هي حتساوي موجب 0.401 فولت، وهي عبارة عن ايش؟ عبارة عن خلية ايش اخوانا؟ عبارة عن خلية جلفانية. هنا في السؤال 21 بيقول لي صمم تجربة استخدم معرفتك بالأحماض في ابتكار طريقة لتحديد ما إذا كان المركم الرصاصي مشحونا بصورة كاملة أم أنه بدأ ينفد شحنه. هنا باستخدام مقياس الكثافة، باستخدام مقياس الكثافة لإيجاد كثافة حمض الكبريت. إذا كانت الكثافة منخفضة فذلك يعني أن الحمض استهلك. والبطارية في طريقة للنفاد. بطارية النيكل الكادميوم القابلة للشحن، قلنا هي بطارية جلفانية، وأيضا بطارية ثانوية، يعني ممكن تشتغل شغل بطارية أولية جلفانية وأيضا بطارية ثانوية ينمو. ممكن أن نعمل على شحنها وتفريغها زيها وزي بطارية إيش؟ الليثيوم.